الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله أشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة وأرحب بفضيلة الشيخ دكتور عماد الصغير مسؤول في لجنة تايلاند الذي يشرف على أنشطة قرآنية وأنشطة دعوية تابع للمؤسسة الإسلامية بالرياض بالتعاون مع جمعية فطاني الخيرية فطاني ونرحب بالمشايخ الفضلاء الذين جاءوا من الرياض الشيخ الفيصل والشيخ المبارك والشيخ الحامد مشايخ فضلاء نرحب بهم ونقول لهم أهلا وسهلا في هذا المركز مركزكم الكريم مركز للقرآن الكريم وأرحب بقية المشايخ القاضي حمكة وأيضاً الشيخ مقرئ فتحي مدرب قاعدة نورانية ومقرئ القراءات العشر وقدم من جهود ليس سهلة في تدريب تأهيل معلمي القاعدة النورانية ونرحب بقية المشايخ شيخ مصلح مدير مؤسسة نداء الخير وأستاذ حسن خطيب جامع نارتيوات جامع الولاية وأستاذ عبد الله مسؤول كبير للإشراف على المدارس المحلية شيخ عبد الله وبقية المشايخ والإخوة والأخوات وأرحب بكم جميعا في هذا المركز المبارك الذي تم تأسيسه قريبا قبل شهور معدودة ولله الحمد بفضل من الله عز وجل أولا وآخرا ثم بفضل جهود المشايخ الذي اهتموا بالقرآن الكريم وأنشطته جميعها ولا شك أن هؤلاء المشايخ لهم جهود كثيرة في دولتنا وفي تايلاند وقد وخاصة على رأسهم دكتور محمد الخرعان وهو لم يحضر معنا ولكن له جهود وبصمات طيبة وباقية وتستمر وقد أسست هذه المؤسسة إذاعة إسلامية في فطاني بالتعاون مع جمعية فطاني الخيرية ثم أسست أخيرا هذا المركز المبارك فهذا المركز تحت إشراف دكتور عماد الصغير وبفريقه فريق العمل من المشايخ الفضلاء هم الذين يشرفون على هذا المركز ونشكرهم على هذه الجهود المباركة حقيقة ونحن أهل الديار أهل فطاني أهل نارتيوات نعتبر أن هذا العمل ليس سهلا هذا جهد كبير ونشكره نحن أبناء فطاني وأبناء نارتيوات المشايخ الذي جاءوا اليوم ندعو لهم في ظهر الغيب بالتوفيق في حياتهم إن شاء الله ونحن إن شاء الله نرجو الله أن يجمعنا أن نكون من الدعاة المخلصين الذين يعملون لأجل نشر الإسلام ودعوته في دولتنا آمين يا رب العالمين إن هذا المركز بعد تأسيسه قريبا الحمد لله قام بأعمال يسيرة ونتمنى أن يقوم المركز بأنشطة أخرى في المستقبل على حسب خطط جاهزة إن شاء الله بإذن الله فأولا وآخرا يتعلق بإذن الله عز وجل وبتوفيق وهدايته وهداية الله عز وجل ثم إن شاء الله سنبذل جهود إن شاء الله لأجل لخدمة القرآن الكريم من الأنشطة التي أقيمت باسم المركز منذ تأسيسها هو تأسيس حلقات لتعليم القرآن الكريم أو لتعلم القرآن الكريم وعلومه وقد أسس المركز 20 حلقات لقراءة القرآن كما ترون على اللوحة 20 حلقات لتعليم القرآن الكريم فهذه حلقات بأسمائها موجودة
ومدرسيها ومدرساتها وعدد الطلاب تقريبا وصل الآن 345 طالب ومدرسين 20 مدرس وإن شاء الله على خطة الاستراتيجية سيكون هناك مزيد من العدد عدد من المدرسين إن شاء الله في المستقبل ثم من الأنشطة أيضا في المركز نفسه فتح مجال لتعلم للناس كافة لمن يريد يأتي يحضر في المركز هذا وفي هذه القاعة لتعلم قراءة القرآن وفهم آيات القرآن فكل يوم فيه درس تقريبا 3 أيام في الأسبوع فيه درس يوم درس للنساء ويوم آخر درس للكبار السن ويوم آخر للأطفال أو يعني للأبناء لتعلم قراءة القرآن ولدينا منهج خرج باسم مركز هو منهج تسهيل القراءة هذا المنهج هو الذي يعطي الطالب كيف يقرأ القرآن الكريم فإذا أنهى هذا المنهج هو تقريبا 6 أجزاء إذا أنهى هذا المنهج استطاع الطالب أن يقرأ القرآن الكريم هذا المنهج هو المنهج ميسر أيضا يجمع بين منهجين منهج إقرأ هو منتشر في بلادنا ومنهج قراءتي ومنتشر أيضا فأخذ الأخ إبراهيم وموظف ثابت عندنا ودرس منهجين وجمع في منهج واحد فيسميه تسهيل القراءة حاليا نحن نستخدم هذا المنهج في تعليم الأطفال والكبار تحت إشراف المركز ولدينا تطور جديد وسنستخدم منهجا آخر مع منهج التسهيل هو منهج القاعدة النورانية منهج عمل في السعودية وفي بلدان العربية ولله الحمد نجح وكان النتيجة قوية فالطالب لما درس هذا المنهج يقرأ القرآن بتجويده وتحسينه ويجمع أحكام ويعرف المد ويعرف ويكون نتيجة أقوى إن شاء الله هذا فيما نعتقد أقوى من منهج اقرأ وقراءتي وإن كان هناك من حيث مدة قد تكون أطول شهرين أو 3 أشهر من منهج قراءتي وإقرأ والفرق بسيط ولكن الذي نريد هو النتيجة يكون قوية وأفضل هذا يعني إن شاء الله ما كنا نريد وما قصر فضيلة الشيخ فتحي محمد عبد العزيز رحومه مقرئ وأيضا مدرب مختص في القاعدة النورانية فقد بدأ في تدريب معلمي القاعدة النورانية منذ 4-5 أيام بداية يوم 25 شوال 26 إلى أمس ختمنا وصلنا إلى ختام الدورة وخرجنا بنتائج طيبة ومثمرة وكان المشاركون والمشاركات اجتمعوا على أن نعمل ونستخدم منهج قاعدة نورانية في بلادنا كتجربة ويعتقدون أنها هذه التجربة إن شاء الله ستنجح بإذن الله فنرجو ذلك من الأنشطة التي أقيمت باسم المركز أيضا متابع بالشكل العام متابع مدرسين ومدرسات وزيارة تفقدية للحلقات هذا فقط حاليا وفي المستقبل إن شاء الله سنجتهد في إقامة بقية الأنشطة التي تتعلق بالقرآن إن شاء الله هذا فقط يعني كلامي باختصار عن مركز وستكون هناك كلمة افتتاحية لفضيلة الشيخ دكتور عماد الصغير حفظه الله أقول لك هذا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته